أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تبرأ الذمة بالإفطار عند سماع المذياع من مسجد الديرة في رمضان وغيره؟ نعم، المذياع الذي في البلد يفطر عليه، وأما المذياع البعيد اللي يختلف التوقيت فيه، مثل أنت بالرياض تسمع الأذان في الكويت ولا في الإمارات، هذا لا يجوز، لأنهم يذنون قبلنا، تغيب الشمس عليهم قبلنا. إذا كان التوقيت لا يختلف تفطر على أذان المؤذن، نعم. أما إذا كان يختلف لا، أيجب. نعم.